نجاح كبير عرفه ماراثون جدة وسط حضور لعدائين دوليين وعرب. محمد دماس والتفاصيل. الانطلاقة نحو الخير حملها ماراثون جدة لدعم الجمعية الخيرية والذي تنافس فيه محبي رياضة الجري، وذلك من أجل ظفر بالكاس حيث كان طول السباق 10 كيلو مترات. نحن دائما نسعى للخير وإن شاء الله الأخوان كلهم ما قصروا في هذا السباق، وطبعا هذا شرف لنا أن نشارك هذا السباق. السباق كويس، ما أنت ما 10 كيلو صعبة شيء، لكن الحمد لله عدناها. أقدام هؤلاء الرياضيين حملتهم لا تتنافس من أجل المقدمة والتي حضرت بقوة في شوارع جدة، فهذا الماراثون شهد إقبال كبير خاصة من طلاب المدارس حيث كان حضورهم ملفتا للنظر. السباق كان صعب وفي تنافس شديد بين الأولاد والمسابقين. أول مرة ألعب أسابق زي كذا، والحمد لله أديت مجهود وكله فضل الله ثم فضل المدرب. تظل الشركات والمؤسسات الداعم الحقيقي لبطولات الخير التي جعلت البطولة تخرج بشكل مثير من خلال الجوائز التي تقدمها في دعم مسيرة الماراثون. وفي الحقيقة هذه الفعالية فيها إبداع شوي، لأنك لو شفتها من جانب فيها رياضي والجانب الآخر جانب دعم جمعية البر الخيرية، لأنه جميع إيرادات الرعايات والمشاركات في هذا الماراثون الرياضي العالمي سوف تذهب إلى جمعيات البر الخيرية، وهذا يعتبر طبعا من أحد الأفكار الإبداعية التي نشاهدها لأول مرة في المملكة. حتى المعاقين حضروا للمشاركة ليؤكدوا إنهم نجوم حتى وهم على مقاعدهم المتحركة، فكان لحضورهم أثر كبير وهم يتنافسون مع الأصحاء. محمد دماس، العربية، جدة.